صباحو. هل هناك لاعب حاليا افضل من محمد صلاح على وجه كوكب الارض؟ السؤال ده يا جماعه مش انا اللي بساله، السؤال ده سالوه ESPN اكبر شركه اخبار رياضيه في امريكا كلها، وحتى اجابته مش انا اللي لازم اجاوب عليها، ممكن استعير اجابه محللين كتير اجانب على بيتي سبورتس وعلى سكاي سبورتس وقنوات اوروبيه كتير بيتغنوا بمحمد صلاح بعد كل مباراه ليه وبعد ماتش سيتي، قالوا انه حاليا مفيش حد احسن منه في العالم. عارف ان الموضوع بالنسبة لبعض الناس مش منطقي ومش عقلاني، صعب تستوعبه، وبالنسبة لناس تانية لا، انا من عشاق التميز، عايز اكون مختلف، مش همشي مع كل الناس وكرر نفس الكلام حتى لو الكلام ده كان صح. بس للأسف الشديد في شق كبير مش قادر يحس بالفخر لانه عايش في زمن بيقدر يتفرج فيه على لاعب عربي مصري بيتلاعب باقوى مدافعين العالم في اهم مباريات اقوى دوريات العالم، وبدل ما يبقى سعيد ان الظاهرة دي جت في زمن هو عايش ويقدر يتفرج عليه اسبوع ورا التاني ورا التالت والاحداث بتحصل بشكل حي، وبدل ما يبقى سعيد ان الظاهره دي جت في عصره ويقدر يتفرج عليه اسبوع ورا التاني في مباراه جديده وتحدي جديد وبطوله جديده، يقول علينا اننا بنبالغ وبنطبل وبنأفور في وصفنا للي بيحصل، مع ان الاجانب بيقولوا كلام اتقل من اللي احنا بنقوله. عارف يا جماعه والله العظيم ان انا اوفر بشكل عام، بس اللي صلاح بيعمله في الكوره هو اللي اوفر وعلى عليا وعلى اي حد. صلاح لغايه النهارده ما شاء الله الله اكبر عامل احسن انطلاقه ليه في اي موسم في البريمير ليج، هداف الدوري علشان يبقى بينافس على لقب هداف الدوري كل موسم من ساعه ما وصل، وهو هداف فرقته في كل موسم لعبه في انجلترا. صلاح اللي بعد ما اصبح اكتر لاعب مسجل في تاريخ الدوري الانجليزي في موسم واحد من 38 ماتش من 4 سنين، وبعد ما اصبح خامس اسرع لاعب يصل 100 هدف في البريمير ليج في تاريخه، وبعد ما اصبح اسرع لاعب يوصل مع ليفربول ل 100 هدف معاهم في البريمير ليج، فصلاح فاضل له جول عشان يعادل وجول كمان علشان يتفوق على دروجبا ويصبح الهداف الافريقي التاريخي في انجلترا. انت فاهم الجمله اللي انا بقولها دي؟ بس كويس، دروجبا واحد من اهم المهاجمين اللي جم في البريمير ليج، صلاح اللي هو اصلا جناح يمين وبيضم جوه وبيدخل ال 18 هيعديه في عدد اهدافه في اقل من 5 سنين لعب في البريمير ليج. والله يا جماعه ما كانش ينفع اتكلم في اي حاجه حصلت الجوله دي او الاسبوع ده من غير ما اسكت كده خالص واقف واسقف اللي صلاح بيعمله ده، لان هو مش طبيعي. لازم والله اسقف وارفع القبعه احتراما لفكره اني لما اقول اني طمعان في الكره الذهبيه للاعب عربي ومصري، فانا ما بقتش خلاص بحلم ومجنون، لا ده بقى هدف واقعي وملموس، لان مع صلاح الاحلام والجنان بيقربوا قوي من الواقع بشكل يخلي ناس كتير قوي انا منهم في اوقات كتير مش قادر استوعب اللي بيحصل. كنت لسه بتكلم في النقط دي الاسبوع اللي فات قبل ما صلاح يعمل اللي هو عمله في ماتش مانشستر سيتي، فدلوقتي خلاص يعني عجزت الكلمات عن الوصف، ولكن الاصابع لم تعجز عن اللايك. 40,000 لايك هو هدفنا لحلقه النهارده. اشترك في القناه وتاكد ان انت عامل سبسكرايب ومشغل ومفعل جرس التنبيهات، شير الحلقه لكل الناس، سيب كومنتات تحت وهنتفاعل معاها ونرد عليها، وارجع لي هنا عشان اقول لك يلا بينا نخش في التفاصيل. قبل ما نتكلم في اي موضوع وفي اي حاجه لازم نتكلم على قمه الجوله الاوروبيه، وهي طبعا مباراه مانشستر سيتي وليفربول. وهل الواحد يقدر يقول ان كلاسيكو العالم بدا يتحول من مباراه برشلونه وريال مدريد لمباراه ليفربول والسيتي، ولا هل الموضوع مش في ليفربول ضد السيتي على قد ما هو في كلوب ضد بيب؟ صراع رائع ورهيب مع فكرين مختلفين ولكن الاثنين ممتازين وكل واحد عبقري بطريقته، وفي اغلب الاوقات بينتج لنا مباراة قمة في الروعة. بيب جوارديولا امبارح قدم لنا واحدة من أروع مبارياته على مدار الموسم، طبعا كانت أحلى بكتير من الماتش اللي كسب فيه تشيلسي 1-0. لعيبة سيتي قدموا توازن ولا أروع ما بين الضغط العالي والاستحواذ على الكرة والتحكم في رتم المباراة على مدار 90 دقيقة بخلاف لحظات مجنونة. وكالعادة طبعا فك شفرة الضغط العالي ليورجن كلوب حاول إنه يطبقه على مدار 90 دقيقة. بيب جوارديولا فاجأنا في أنفيلد بخطة قرب قوي ل 4-4-2 في اوقات كتير، ولكن في وقت الاستحواذ وبدايه الهجمه في ضربه المرمى والكره مع ادرتشن كانت بتتحول ل2-4-4. دياز ولابورت الاثنين بيكونوا على يمين وشمال ادرسن، وبعد كده بيبقى عندك بعرض الملعب خالص ووكر فاتح يمين، كانسيلو فاتح شمال، وما بينهم برناردو سيلفا ورودري الاثنين ارتكاز. بشكل عام طبعا رودري عنده الواجبات الدفاعيه اكتر بكتير وتحفظ اكبر في التقدم للامام، في الوقت اللي برناردو سيلفا مازال بيتالق بشكل بيخليني مش
قادر اتخيل ازاي بيب وسيتي كانوا بيفكروا يبيعوه الصيف اللي فات. سيلفا كان بدون شك واحد من اهم اللعيبه في مانشستر سيتي الماتش ده، بالذات في الاستحواذ على الكوره والاحتفاظ بيها، وازاي كان بيلم حواليه لاعب واثنين وثلاثه، ويا اما بيعدي منهم في كل مره، يا اما بيلعب تمريره رائعه يقدر ان هو يستغل المساحات اللي بتفضل لما لعيبه ليفربول بتضغط عليه. قدامهم بقى كان عندك جابرييل جيسوس ناحيه اليمين، فيل فودن ماسك ناحيه الشمال، جرينيتش هو المهاجم الوهمي، وجنبه كيفن دي بروين اللي فوات من الشوط الاول كنت بتحس ان هو ثالث في نص الملعب مع رودري برناردو سيلفا، ولكن في الشوط الثاني الموضوع كان واضح قوي ان هو بينطلق كمهاجم وهمي ثاني جنب جريليش. مركز اللاعبين ما بيرتاحوش فيهم، عشان كده جريليش ما كانش ليه اي تاثير لحد ما خرج، ودي بروين بشكل عام لسه ما جابش فورمته، وفي رايي انه لو كان في مستواه وتوب فورم مانشستر سيتي كان بدون شك كسب الماتش. وكالعاده في الحلقه الهجوميه بشكل عام، ووكر انطلاقاته محدوده قوي، بيبقى عنده واجبات دفاعيه كبيره جنب دياز ولابورت، وكانسيلو هو اللي عنده حريه اكبر في الانطلاق جنب فودن، رودري بيأخر شويه، وبرناردو سيلفا بيتحرك زي ما هو عايز. بالنسبه لاطراف، جابرييل جيسوس مازال بيلعب بشكل اساسي ناحيه اليمين، بحس ان خطورته اقل بكتير لما بيتحرك على الخط، ولكن لما بيضم في العمق زي صلاح كده بيكون قمه في الخطوره داخل ال 18. وطبعا ناحيه الشمال فيل فودن اللي عمل واحد من اروع الماتشات ليه الموسم ده مع مانشستر سيتي. الراجل كان هيتسبب في طرد ميلنر مره في الشوط الاول ومره في الشوط الثاني، غير الجول الرائع اللي سجله في البعيده وصناعته للهدف الثاني. زي ما قلنا جزء كبير من ده بيرجع في ثقه بيب جوارديولا الرهيبه في فودن، ولكن جزء كبير منه لازم نبص على تشكيله ليفربول عشان نشرحه. يورجن كلوب بدا بال 4 3 3 الطبيعيه بتاعته، ما اعتقدش ان في اي حد قدام الشاشات او في الملعب او في اي مكان ما كان شايف نقطه الضعف المهوله في المربع ده في ناحيه ميلنر. ميلنر كان الخيار الاساسي في غياب ترينت، والجبهه بتاعته هو وهندرسون الاثنين اللي بداوا الماتش ضد بورتو في الشامبيونز ليج من 4 ايام، وبالرغم انهم ما كملوش 90 دقيقه الا ان ادائهم في مباراه سيتي كان اقل بكتير من المطلوب، وبالذات طبعا ميلنر، وده كنا كلنا متوقعينه من قبل المباراه لو كان جريليش اللاعب عليه، بس بيب كان اذكى من ده ورمى عليه فودن اللي سرعته اعلى بكتير، نشاط وحيويه وبيغير اتجاهاته بسرعه ومبيقفش على الكوره كتير، بيزود الريتم وبينفجر في التحولات والمرتدات علشان يستغل مساحات كانت دايما موجوده حوالين ميلنر. وهنا لازم يجي اعتابي على يورجن كلوب اللي ما غيرش طريقه اللعب ولا الاسلوب لا في بدايه الشوط الاول ولا حتى بعد الهدف اللي سجله ساديو ماني في الشوط الثاني. تغيير يورجن كلوب الاول والوحيد جه بعد 10 دقايق من هدفه الاول وقبل تعادل سيتي على طول بنزول فيرمينيو مكان جوتا، ولكن مشكلتي هنا ان الخطه فضلت زي ما هي، كنت لازم قبل هدف التعادل لسيتي تغير الخطه دي باي شكل، وجوميز ينزل ارض الملعب عشان يلعب هو باك يمين، والخطه كانت لازم تتحول ل 4 4 2 عشان يبقى عندك هاف رايت واضح وصريح يقفل الجبهه اليمين ديت، بدل الاعتماد على ان هندرسون قلب الدفاع الثالث هو اللي بيضم، او صلاح اللي في اغلب الاوقات في المرتدات بيكون داخل منطقه جزاء سيتي فمستحيل يرتد. طبعا ميلنر اللي كان معاه انذار وكان لازم يطرد، معرفش الحكم فوتها ازاي، كان ممكن يطلع من اقدر من كده، وبالنسبه لي اللعب بهاف رايت قدام باك رايت كان مهم لدرجه انك كنت ممكن تطلع ميلنر وتنزل كيتا وتلعب هندرسون هو ناحيه اليمين، او تودي كيتا الشمال وتسيب هندرسون جنب فابينيو وتجيب كيرتس جونز هو ناحيه اليمين، اي حاجه، بس كان لازم اثنين ناحيه اليمين بمهام دفاعيه، لان كل لعب مانشستر سيتي بغض النظر اذا كانوا بيجمعوا اللعب من برناردو سيلفا في العمق او عند جابرييل جيسوس ناحيه اليمين، كان دايما بينتهي بكوره في المساحه اللي ورا ميلنر عند فودن او بعد كده عند ستيرلينج. وفي النهاية لازم كل ليفربولي يكون سعيد بنقطة التعادل دي ضد مانشستر سيتي حتى لو كانت في انفيلد، لأنهم كانوا بالتأكيد الفريق الأقوى والأكثر إقناعاً، لعبتهم كانت ثقتهم في نفسهم أكتر بكتير، وغالباً كانوا هيكسبوا لولا إن صلاح كان ليه رأي تاني. واللي عجبني قوي بقى في اللي صلاح عمله في الماتش دوت، إنك لو اتفرجت على الشوط الأول هتلاقي إن ليفربول كانوا وحشين وصلاح تقريباً ما جاش، وعادي جداً إنك كنت تاخد انطباع ما بين الشوطين أو مع بداية الشوط التاني إن صلاح النهاردة مش في يومه فداي أوف وخلاص، علشان فجأة من حيث لا تدري في لقطه واحده بس من كره واحده يقدر ان هو يصنع هدف ولا اروع لساديو ماني، وبعدها من كره تانية بيستلمها في مكان ميت ومحاصر بكانسيلو ولابورت وبرناردو سيلفا يقدر يتلاعب بيهم بمهاره فرديه فوق الخيال ويسجل واحد من اروع اهداف الموسم. فقدره ان انت تقدر حتى وانت مش في يومك او حتى والكره ما بيجيلكش كتير او حتى وانت نايم خالص انك في لحظه واحده تقلب الترابيزه على خصمك بلمسات ابداعيه مهاريه فيها شخصيه كبيره قوي وثقه غير طبيعيه
طبيعية. فدي سمة من سمات اللعيبة الكبيرة قوي 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 قوي. ماشي يا عم نصيحة، خلاص خلصت صلاح وليفربول وسيتي. الأسبوع كان فيه إيه برضو؟ الدنيا كانت مولعة نار. طبعا كانت مولعة نار لأن الجولة دي شهدت سقوط كل الكبار. أيوة، في إسبانيا شفنا برشلونة وريال مدريد الاتنين بيخسروا ماتشهم التاني على التوالي، هم لسه خسرانين في دوري الأبطال. برشلونة خسروا 2-0 من أتلتيكو مدريد علشان تعمق أكثر جروح كل مشجع للبلاوجرانا بعد تألق مش طبيعي لليمار اللي عامل موسم رائع، وسواريز اللي سجل هدف التاني وراح عمل احتفال التليفون لكومان عشان يقول له انت لما حبيت تمشي من البارسا كلمتني في التليفون حتى مش فيس تو فيس. ويبقى السؤال، هل سيستمر لابورتا مع كومان اللي كسب ماتش واحد بس في اخر 6 في كل البطولات؟ هل هتفضل الازمه الماديه هي المتحكمه في مصير برشلونه لانهم ما يقدروش انهم يرفضوا كومان ويدوا له شرط جزائي او يفضلوا يدفعوا مرتبه ويجيبوا مدرب كمان يدوا له مرتب في نفس الوقت؟ بالتاكيد التوقف الدولي هيدي بعض الهدوء اللي زي ما برشلونه محتاجينه الريال كمان محتاجينه بعد ما خسروا 2-1 من اسبانيول، وبالتاكيد اولي جانر سولشاير هو كمان محتاجه بعد تعادل 1-1 مع كريستال بالاس في مباراه قرر فيها ان هو يشل كل جماهير الفانسي اللي كانوا كابتنين رونالدو ويبدا بيه على الدكه. مانشستر يونايتد في اخر 6 مباريات ما كسبوش الا 2، خسروا 3 وتعادلوا ماتش 1، وفي اخر 7 ماتشات فشلوا في الحفاظ على شباكهم نظيفه، مع العلم ان ماتشاتهم اللي جايه مش سهله خالص. العودة هتبقى ضد ليستر في ليستر، وبعدين هيستضيفوا اتلانتا في الشامبيونز ليج، وبعدها على طول ليفربول، وبعدين يروح يلعبوا ضد توتنهام في توتنهام، بعدها هيروح يلعبوا اتلانتا في بيرجامو في الشامبيونز ليج اللي هم اصلا موقفهم فيه مش احسن حاجة وفي المركز الثالث، وبعدها يرجعوا الدوري علشان يلعبوا سيتي. فتفتكر سولشاير هيقدر ان هو يعدي كل المصايب اللي داخل عليه في شهر اكتوبر ويستمر على دكة بدلاء يونايتد؟ سيبلي رايك في الكومنتس قبل ما نروح للصعقة اللي بعدها، وهي هزيمة بايرن ميونخ الأولى في الدوري من فرانكفورت 2-1. بايرن ميونخ بيخسر وفي نفس الوقت ليفاندوفسكي بيفشل في تسجيل مباراتين على التوالي في البوندسليغا للمرة الأولى من ديسمبر 2019. بس طبعا الفاجعة اللي أكبر من هزيمة بايرن ميونخ هي هزيمة باريس سان جيرمان الأولى في الثمان ماتشات اللي لعبوهم في الدوري على يد رين 2-0، الفريق اللي من آخر 5 ماتشات لعبهم ما كسبش غير ماتش واحد. بالذات وإن المباراة اللي بدأها ميسي ونيمار ومبابي وديماريا انتهت بدون ولا تسديدة لباريس سان جيرمان ما بين الثلاث خشبات. نتيجة وأداء بيعكس إن فريق مدجج بالنجوم زي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بالنسبة له مش بيمثل له التحدي الكبير قوي، ولا بيعكس الجماهيرية الكافية والتغطية الإعلامية التقيلة علشان اللعيبة تبقى متحفزة وجايبة آخرها في كل ماتش. لأن في نهاية السنة بي إس جي خد الدوري أو ما خدش الدوري مش هتفرق، الموضوع كله سيتوقف على مباريات ذهاب وعوده وخروج المغلوب في الدور الثاني من الشامبيونز ليج. ولما باريس سان جيرمان تلقى خسارته الاولى في الدوري فده بقى معناه ان مفيش الا فريق واحد بس في الدوريات الاوروبيه الكبرى اللي كسب كل ماتشاته في الدوري لغايه النهارده، وكلامي طبعا عن نابولي. لوتشانو سباليتي بيقود نابولي لواحده من افضل بداياتهم ما حصلتش من ايام ساري، لعبوا 7 مباريات كسبوا السبعه، دخل مرماهم 3 اهداف بس، رقم بيعكس دفاع قوي جدا بقياده كوليبالي اللي سباليتي بيتكلم عليه حلو قوي من مباراه للتانيه وبيديله ثقه كبيره جدا، مع العلم ان البدايه الرائعه دي من غير دراس ميرتنز الهداف الاول للنادي اللي مصاب بيعمل عمليه في كتفه، وفي غيابه 10 لعيبه مختلفه سجلوا اهداف لنابولي على ناقصهم طبعا اغلى صفقه في تاريخ افريقيا وهو اوسيمان اللاعب النيجيري اللي عنده 22 سنه بس ومسجل 7 اهداف في شهر سبتمبر بس. وقبل ما نختم طبعا بنيجي للفقره الاكثر حماس ستن، وهي فقرة هدف الأسبوع اللي أعتقد أن بمنتهى البساطة ومنتهى الصراحة لازم يروح لهدف محمد صلاح الرائع اللي أتمنى إن شاء الله أنه يكسب بيه جايزة بوشكاش تانية كمان. زي ما احنا عارفين جايزة أحلى هدف بتبقى باختياري أنا، ولكن جايزة أفضل لاعب بتبقى باختياركم أنتوا. الأربع لعيبة اللي كانوا مرشحين كانوا فيل فودن، توماس ليمار مع أتلتيكو مدريد، كوستيتش مع فرانكفورت، وصلاح وباكتساح تام في التصويت طبعا راح لمحمد صلاح علشان يصبح افضل لاعب في الجوله اللي فاتت. ومع دخولنا كده على فتره اختيارات ذا بيست الافضل لاعب في السنه والبالون دور والكره الذهبيه
الذهبيه. فدايما بقول ان الجوائز دي بما انها شغاله بنظام التصويت من لعيبه ومدربين وصحفيين، فاداء اللعيبه في فتره التصويت دي في اوقات كتير قوي بيتحكم بالنتيجه، وده حتى في جائزه افضل لاعب في البريمير ليج. التصويت فيها دايما بيبقى ما بين فبراير ومارس لحد ابريل، فالفتره دي اللي بيفير فيها بينتش بدون شك اللي هيبقوا على منصه افضل ثلاثه في ذا بيست. واحد منهم اكيد ميسي بعد ما كسب كوبا امريكا واول لقب ليه مع الارجنتين، بالتاكيد جورجينيو بعد ما كان ليه دور مؤثر جدا في فوز ايطاليا باليورو من ناحيه وتشيلسي بالشامبيونز ليج من ناحيه ثانيه. وبالتالي المركز الثالث اللي لحد ما قبل ما الموسم ده يبدا على طول في رايي كان هيروح بدون تفكير ليفاندوفسكي، بعد بدايه الموسم ده صلاح بيقول كلمه وممكن ان شاء الله وباذن الله نشوفه داخل في التوب 3. ودول التوب 3 بتوع الموسم اللي فات، في ده لسه بقى التوب 3 بتوع الموسم اللي جاي ان شاء الله. عايزين نحلم بالذهب ومع صلاح ليه لا. وفي النهايه ده رايي انا والهم رايك انت، بقولنا تحت في الكومنتس. السوشيال فيديو ده لازم نوصل له 40,000 لايك، وعندنا هدف 2.5 مليون سبسكرايبر ومشترك على يوتيوب. كمان شويه عشان سبسكرايب وشارك في القناه على جديد. لايك فيديو على يوتيوب، شارك فيديو على يوتيوب، كمان شويه كمان شويه كمان شويه كمان شويه. والسلام. طبعا حلقه النهارده لازم ادي فيها بقى شكر خاص قوي 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 لكل الناس اللي قابلتهم على مدار الاسبوعين اللي فات. تيم نصوحي اللي شفتهم اذا كان في ايفنت المول اللي كان في المازا او المول اللي كان في اكتوبر في حفله مروان بابلو، اللي والله العظيم يعني حبكم وتشجيعكم والغنى وكل حاجه ما صدقت بصراحه، كنت مصدوم. حاجه بقدرها قوي قوي وعمري في حياتي ما بقدر ان انا اتعود عليها، وكل ما بتحصل جسمي بيقشعر ما بعرفش اتصرف ازاي. شكرا قوي يا جماعه على كل الحب والدعم ده، كله بيوصل وكله ما بيتاخدش بالساهل. بجد والله العظيم يا جماعه بحبكم قوي قوي قوي، يعني دعمكم بيوصل على طول في ظهري، على طول شايلني فوق كتافكم. حتى الناس اللي قابلتهم في سفريه اسكندريه وفي المؤتمر اللي كنت فيه تكني سامت، شكرا يا جماعه، شكرا شكرا شكرا. تيم نصوحي اجمد تيم في الكون.